السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى باش الجميع يكون بألف خير إن شاء الله. بالنسبة للأخت اللي صيفطت لي التعليق وقالت لي كيفاش يمكن لي نطيب الكيك في هذا الفرن هذا، بالنسبة لهذا الفرن راه ديجا كنت حطيت لكم الفيديو ديالو. هذا الفران ديال فرانك 90 سنتيمتر، كاين هذا القياس هذا اللي كتشوفوا ديال 90 سنتيمتر، وكاين القياس اللي صغير عليه ديال 60 سنتيمتر. حنا اليوم غادي نشوفوا الفيديو ديال هذا الفرن هذا ديال 90 سنتيمتر وكيفاش يمكن لينا نطيبوا فيه الكيكه اولا الخبز. خليكم معايا. بالنسبه لهذا الفرن من الداخل كما كتشوفوا معايا هو هذا الشكل ديالو. بالنسبه للنيفو ديال هذا الفران خصنا ضروري نردوا البال، كما كتشوفوا معايا كان نيفو واحد، نيفو جوج، نيفو ثلاثة، ونيفو أربعة. كل حاجه راه كطيب فواحد لو نيفو خاص بها. كما كتشوفوا هذا لو فور فيه جوج لي فونتيلاتور، فيه شويه ديال الدجاج هادي في الوسط، فيه شبكه، فيه هاد الطبسيل مع الشبكه ديالو. كما قلت لكم من قبل الطبسيل اللي كتكون فيه الشبكه كيصلح للشوا، تقدري تشوي عليه اي حاجه. وبالنسبه الا بغيتي تشوي شي حاجه ديما كنطلعوا للنيفو ثلاثة، نيفو ثلاثة الا كنتي باغا تشوي شي حاجه في الفرن. بالنسبه للكيك خليكم معايا نشوفوا الكتالوج. فوالا نبارطاجي معكم هذا الكتالوج، كاين الناس اللي يقدر ما يكونش عندهم. كما كتشوفوا معايا الكيك بالنسبه للثابت كيقصدوا به ان الحراره كتشعل من الفوق الفرن ومن الاسفل، يعني الثابت كيقصدوا به هذا لو بروغرام هذا. هاد البروغرام هذا هو البروغرام ثابت. هذا التنظيف الذاتي للفران، هذا الطياب من الفوق، هذا لاغري يعني شويه، هذا شويه اوفونتيلاتور، هذا من الفوق ومن التحت اوفونتيلاتور، هذا 3D. فاش كنقولوا 3D هو اننا يمكننا نطيبوا جوج ديال لي بلا في نفس الوقت، جوج الحاجات نقدر نطيب جهه الفوقانيه وجهه ثانيه وحده اخرى في نفس الوقت. يعني يمكن لك طيبيها الخبز الا كان عندك كونتيتي كبيره ديال الخبز كديرها في الطبسيل الفوقاني، ولكن يمكن لك تزيد طبسيل واحد اخر، يعني جوج طباسيل في نفس الوقت يطيبوا لك. بالنسبه للكيك كما كتشوفوا معايا الكيك كيطيب في الثابت يعني من الفوق ومن تحت على درجه 180 درجه، نيفو جوج، نيفو جوج، والوقت ديال الطهي 80 دقيقه. نيفو جوج كنحسبوا، هذا واحد، هذا جوج. هنا غادي نحط البلا ديالي، يعني هاد الشبكه هادي اللي الفوق غادي نحطها في هاد لو نيفو جوج، ونحط الكيك ديالي هنايا على درجه حراره 180 درجه وفي البروغرام ديال من الفوق ومن التحت، ونخليها لمده 80 دقيقه. كما كتشوفوا معايا كاين كعك صغير حتى هو كتشعل من الفوق ومن التحت على 180 درجه، نيفو جوج، 40 دقيقة. خليكم معايا نحاول نجلس في شي بلايصة باش نبارطاجي معكم هاد الكتالوج ديال هاد الوفور. فوالا كاينة فطيرة حتى هي في الثابت بالنسبة لدرجة الحرارة 300 درجة، نيفو جوج، 80 دقيقة. بالنسبه للناس اللي عندهم هاد الفور يقدر يكون عندهم هاد لو كاتالوج، وكاين الناس اللي غادي يكون مشى ليها الكاتالوج تقدر تستافد من هاد الطابلو الصغير اللي يقدر يبين ليها كل حاجه كيفاش يمكن لها طيبها والوقت وكل شيء. كما كتشوف معايا كاينه البيتزا حتى هي كطيب في الثابت، كما قلنا البيتزا كطيب حتى هي في الثابت، نيفو ثابت يعني من الفوق او من تحت، درجه الحراره 190 درجه، نيفو جوج، كتاخذ لينا 52 هنايا 52 دقيقة. كاين الدجاج المشوي كدير لها شواء زائد مروحة، شواء زائد مروحة 220 درجة، نيفو 4. هنا فاش كنكونو باغيين نديرو الشواء نورمالمون كنستعملو نيفو 4. نشوفو البروغرام ديال الشواء هو هذا، الشواء والمروحة هو هذا بالضبط.
هذا البروغرام ديال الشواء والمرواح. غادي نخليكم حتى هادو باش تقدروا تعرفوا كل بروغرام شنو مسمينو. هنا هنا الشوي والمروحه، هنا الشوايه، هنا عنصر التسخين العلوي، هنا التنظيف بالبخار، هنا الارفق السلكيه العلويه والسفليه يعني كيشعل من الفوق ومن تحت، هنا مروحه، هنا التربو السخان والمروحه، هنا عنصر التسخين العلوي والمروحه، وهنا كاين المصباح. هادو هما لي بروغرام ديال الفرن. وهنا كيما كتشوفوا معايا كل بروغرام شنو يمكن لك تخدمي فيه اولا شنو يمكن لك طيبي فيه. عنصر التسخين العلوي، تستعمل هذه الخاصيه لاعاده تسخين او شواء القطع الصغيره من الطعام قليلا. كاين عنصر التسخين العلوي والسفلي، يمكن استعمال هذه الخاصيه لطهي الطعام مثل كعكه، بيتزا، بسكويت او الكوكيز. كاين عالشواء بروغرام ديال الشواء اللي هو هذا الشوايه، راها كاينه في الوفور، هي هذه. تستعمل هذه الخاصيه لشواء اللحوم مثل شرائح اللحم، النقانق والسمك، يجب ان تكون الصينيه خلال عمليه الشواء على الحامل السفلي. بالنسبه لهذا البروغرام اللي قلنا اللي هو هذا، خاصنا تكون عندنا الصينيه في النيفو التحتاني، يعني الصينيه خصها تكون هذه اللي كتشوفوا معايا ديال الشبكه، تكون في اول نيفو اللي هو هذا، وخاصنا نديرو فيها شويه ديال الماء. سمحوا لي الا كنت طولت عليكم الفيديو اليوم، كنتمنى باش نكون فدتكم ولو قليلا. بالنسبه للناس اللي اول مره كتشاهد الفيديو، كنتمنى ما تبخلش عليا بزر الاشتراك في القناه. اللي عنده اي استفسار اي تساؤل يخليه ليا في تعليق. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، وكنتمنى الدعم ديالكم دائما، وشكرا جزيلا لكم. في فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.